أسامة اليوم أكدت ربما مش هدفه على إنه الكتلة باش تكون أكثر تماسك وإنه كل من يصطاد في الماء العكر قلب تونس مش باش يمكنه من بيته. هناك تتبعات قضائية في حق كل من قام بتشويه رئيس. احنا تو كنا في اجتماع كتلة والاجتماع هذا باش يبقى مفتوح. كاميرا بالبداية. كنا في اجتماع كتلة باش يبقى الاجتماع هذا اجتماع مفتوح لتدارس الوضعية السياسية والوضعية معناتها ككل في البلاد ووضعية زادة الوضعية القضائية لسيد رئيس الحزب السيد نبيل القرب. الاجتماع هذا راهو معناتها باش يكون اجتماع دوري وباش ندرسوا فيه كل هذه المواضيع. الكتلة اليوم هي كتلة صامدة رغم الهرسلة وهي كتلة أقوى من ذي قبل وهي كتلة متماسكة والناس اللي تصطاد في الماء العكر حبوا نقول لهم يمشيوا يشوفوا ناس أخرى لأنه الكتلة هذه ما فيهاش اجتماع والكتلة هذه بالعكس في المحنة تزيد تقوى وتزيد معناتها تلتحم وتزيد تصر على أنها تمشي في التوجه السياسي متاعها. احنا بالنسبة للتوجه السياسي لن يكون هناك تغيير معناتها تغيير في الوقت الحاضر. احنا بصدد التقييم في المسار الحكومي والمسار السياسي والمسار البرلماني ككل وسنتخذ القرارات اللازمة. حكيتوا على التقرير وقرار مواصلين وثم انحياز تم مواصلة بالطبيعة باش نواصلوا الدعم لهذه الحكومة من منطق المسؤولية لأنه احنا مساندينها رغم لم نكن شاركنا في اختيار رئيس حكومتها ولا كنا موجودين في وسطها لكن منطق المسؤولية هو اللي باش يقودنا وباش يخلينا نواصلوا في مساندة هذه الحكومة والناس اللي قالت الحكومة هذه سقطت نحب نقول لهم ما سقطتش وبالطبيعة باش يكون ثم تداعيات بالمناسبة للحملات التشويه وحملات التشكيك والحملات الممنهجة اللي طالت الحزب وطالت النواب وطالت السيد نبيل القروي في المخالطات حول الأرقام وحول المسار القضائي هذا باش نكونوا لجنة اللي معناتها لتتبع قضائيا كل من ساهم في هذا الترويج وهي ممنهجة للضغط على المسار القضائي. احنا اللي طالبينه هو اليوم كونه تكون ثم عدالة معناتها عدل في التعاطي مع الملفات القضائية. الجانب السياسي احنا مواصلين في نفس المنهج ولن نحيد على كونه معناتها نمثلوا احسن تمثيل ناخبينا لانه في الاخير هذوكم هما اللي يهمونا معناتها الناس اللي انتخبتنا رانا باش نواصلوا في نفس المشروع اللي هو مشروع سيدنا نبيل القروي وشركائه الموجودين معاه في الحزب هذايا من قياداتكم شفتوهم وجاوا اعلنوكم على انهم متماسكين ومواصلين الرساله. قلتم صدمتم من نواب الكتله الديمقراطيه خاصه التيار بتوجيههم الاتهامات ومغالطه الراي العام خصوصا من بعض النواب اللي فيهم النائب كان محامي لسيد نبيل القروي واللي هو اليوم قاعد معناتها يروج في هكذي في حين كونه هو عنده علم بالملف واللي هو يعرف اللي الملف هذا فارغ. لا ما نذكروش لانه زميلي احنا ما نذكروش الناس اليوم الناس اللي الناس لا هشام عجبوني مش محامي وفي الاخير هشام عجبوني ما ناخذوش عليه لكن احنا اللي نحب نقوله كونه معناتها المسار السياسي يتواصل والمسار القضائي والمسار التقني باش يكون فيه معناتها توضيحات للرأي العام ولن نسكت على مغالطات اللي قاعدة تصير مغالطات اللي هي في الأخير مغالطات سياسية من خصوم سياسيين لكن يحبوا يتستروا وراء مواضيع اللي هما بيدهم وقت اللي كانت تم شبهة فساد في حكومتهم كانوا اول من دافعوا عليه لكن اليوم وقت تجي الناس اخرى احنا راضين ب معناتها ب اللي يعمل فيه القضاء وعندنا ثقه في القضاء وعندنا ثقه كون القضاء سينصف السيد نبيل القرب. فيما يخص دور قلب تونس دور قلب تونس سيبقى الدور اللي كان يلعب فيه اللي هو الدور المحوري وهي الكتله معناتها الثانيه من حيث نتائج الانتخابات وهي القوة السياسية الثانية في البلاد باش يواصل لعب هذا الدور دون هوى.